الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا شك بأن التوكل من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، بل هو الدين والإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالتوكل على الله جل وعلا شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين العظيم، هي في قلب كل مسلم وتظهر على جوارحه. ألا وإن من التوكل على الله جل وعلا الأخذ بالأسباب الشرعية والطبيعية في أمور الدين والدنيا. نعم عباد الله، الأخذ بالأسباب الشرعية والطبيعية في أمور الدين والدنيا. ولذلك المسلم يعمل الطاعات ويأتي بالعبادات، وهي سبب جعلها الله جل وعلا لدخول الجنة بإذن الله وبعد رحمته. وأما في مسائل الدنيا فإن الشرع والعقل يتفقان على بذل الأسباب، وذلك لأن الله جل وعلا حينما خلق الأسباب، حينما خلق المسببات جعل لها أسبابا. وأنبياء الله جل وعلا ورسله كانوا يبذلون الأسباب. قال جل وعلا عن نوح عليه السلام: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك. فقام نوح عليه السلام بصناعة هذه السفينة لينجو الناس من ذلك الغرق الذي عم الأرض كلها. وذو القرنين آتاه الله جل وعلا قوة وهيأ له أسبابا، آتاه الله جل وعلا قوة وهيأ له الأسباب فاتبع الأسباب. ولذلك حينما شكا له أولئك القوم، شكوا له ما يواجهونه من القوم الظالمين، قال: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. نعم عباد الله، ولو تأملنا كتاب الله جل وعلا لوجدنا أن أنبياء الله جل وعلا ورسله كانوا يتعاطون الأسباب الشرعية والطبيعية. ولذلك من توحيد الله جل وعلا بذل الأسباب الشرعية والطبيعية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل معركة ظاهر بين درعين، مع أنه سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينظر في أولئك الذين يسألون الصدقات، فإذا رآهم أقوياء أشداء أمرهم بالاكتساب، ودعاهم إلى ترك التسول، وأمرهم ببذل الأسباب للاكتساب. هكذا هو ديننا يا عباد الله. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دين الإسلام، وأن يدلنا وإياكم على ما فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من الأسباب التي
يتعاطاها أهل الإسلام، وهي أسباب شرعية وطبيعية، أسباب التداوي من الأمراض والأوبئة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. ولذلك تعاطي الأدوية واستعمالها من جملة الأسباب الشرعية والطبيعية، بشرط أن لا يعتقد الإنسان أن الشفاء بذاتها وأنها فاعلة مؤثرة، وإنما هي سبب من الأسباب التي خلقها الله جل وعلا، فقد تنفع وقد لا تنفع. وإنما يكون التوكل على الله جل وعلا وحده لا شريك له. وأما بذل الأسباب فلقد بذلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض، صب على بدنه الماء صلى الله عليه وسلم، وحينما أصيب سعد بن معاذ كواه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأطباء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأكد الأخذ بالأسباب في الأوبئة والجائحات، مثل ما نحن فيه الآن من جائحة كورونا. فينبغي على الناس جميعا أن يستجيبوا للتعليمات الصحية وللتوجيهات الطبية من أخذ اللقاح ومن فعل بقية الأسباب التي تكون سببا بإذن الله جل وعلا من أسباب طرد هذا الداء وإزاحته عن العباد والبلاد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيد بتأييدك. اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا وردءا للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع البلاء والداء عن البشرية جمعاء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.